أعلنت وزارة الصحة والسكان إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة، وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي. فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود. وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عام، وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها، مؤكدا أن المريض حالته العامة مستقرة حتى الآن. وبعد اكتشاف هذه الحالة، طبعا انتشر عبر مواقع السوشيال ميديا تأجيل الدراسة بسبب تفشي الفيروس. طبعا هو لسه الفيروس ما تفشاش أساسا، لكن احنا الفيسبوك طبعا انتشر في الموضوع ده. طب ايه كان قرار وزارة التربية والتعليم؟ قالت وزارة التربية والتعليم، وده الكلام ده قالته في تصريح خاص لموقع صدى البلد، قرار تأجيل الدراسة في المدارس أو تحويل الدراسة الأونلاين بعد اكتشاف أول إصابة بجدر القرود في مصر لن يتم اتخاذه بواسطة وزارة التربية والتعليم مثلما يعتقد البعض، ولكن سيكون قرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء في حالة وجود ظروف تستدعي ذلك. وأوضح المصدر إنه على أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء أي أخبار تتحدث عن تأجيل الدراسة في المدارس أو تحويل الدراسة إلى أونلاين بعد اكتشاف أول إصابة بجدر القرود في مصر، مشددا على أنه لابد من الالتزام فقط بما يتم إعلانه في البيانات الرسمية الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم بهذا الشأن. وقال المصدر بوزارة التربية والتعليم أيضا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر حتى الآن أي قرارات من لجنة الأزمات بمجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة في المدارس أو تحويل الدراسة أونلاين بعد الاكتشاف، وإن المدارس سوف تكون في 11 كما هو محدد لها في السابق. شكرا لحضراتكم، سيشن لايك واشتراك.